بهذه الضربة التي قتل فيها 3 في الإمارات. هذا العدوان الهمج البربري. لقد مثل الشهيدان القائدان الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس قتلوا وهم من العمال وهم في منطقة عصب اقتصادي، وكما تصرح القيادات في حكومة صنعاء أنهم لا يمكن أن يستهدفوا المدنيين كما يستهدفهم هؤلاء المجرمون الظلمة. هذا العدوان الهمج البربري 7 سنوات أراد من خلاله العدوان أن يكسر شموخ وصمود هذا الشعب المجاهد الصابر. نهنئ ونبارك لسماحة الإمام السيد علي الخامنئي بحلول الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية. لقد مثل الشهيدان القائدان الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس مدرسة رسالية ثورية مقاومة يجب أن تدرس لكل فصائل المقاومة في العالم العربي والإسلامي.